أهمية المسن وقيمته الاجتماعية في العائلة كان محور الملتقى العلمي الذي نظمته جمعية الفاروق للعمل الخيري والاجتماعي بالتعاون مع جمعية رابطة الأجيال تحت عنوان ديار المسنين الواقع والتحديات. جمعية الفاروق يعني جمعية خيرية اجتماعية دابت تقدم خدماتها لبعض العائلات المعوزة المحتاجة في مناسبات الوطنية والدينية. إذا العائلة حقيقة العائلة متمسكة مليح وتغذي ولدها بحب البو والأم بالمجد. حملة تحسيسية للنهوض بوضعية المسنين وإحاطتهم بالرعاية الكافية من قبل المجتمع. تحسيس ربما الرأي العام والحضور في مكانة المسن والأهمية الكبرى متاع المسن، وخطر بالنسبة للمسنين هي معضلة كبيرة ياسر تو في الوقت الحاضر في الرعاية متاعهم والخدمات متاعهم. الملتقى هذايا جاء معناها في إطار إعادة اعتبار كبار السن نظرا للمشاكل معناها الواقع اللي نعيشه فيه احنا حاليا، اللي المسن يعاني من عدة مشاكل نحبه معناها مستوى مع الحق منشود معناها لسوء طابل توا اللي المسن يولي يعيش في صلب الأسرة متاعه. تحديات عديدة تم طرحها خلال الملتقى للنهوض بواقع المسنين في المجتمع التونسي. المجتمع ككل يكون فاعل، ماهيش مسؤولية مثلا وزارة واحدة ولا مسؤولية إدارة ولا مسؤولية جمعيات، ولا هي مسؤولية مشتركة معناها الأسرة بدرجة أولى، معناها يلزم الأسرة تعتني معناها بالمسن متاعها، ولو عجزت هذه الأسرة على القيام بمتطلباتها معناها إزاء هذا المسن وقت تتدخل الدولة. المسن في علاقتك معاه يا إما تكون حقيقة علاقة مبنية على أن بروفون من معناتها من حضارتنا العربية الإسلامية، سواء تتعامل مع جدك ولا مع أبوك ولا مع عمك ولا خالك ولا أي مسن البرة، مؤمن أنه هذاك كائن حي وصل لمرحلة معينة في حاجة للإعانة وفي حاجة للسند. وقد تخلل الملتقى تدخلات عديدة للمختصين للتأكيد على أهمية مكانة المسن وسط العائلة. صلة الرحم كانت من أبرز النقاط التي تم طرحها خلال الملتقى لبيان آثارها على العلاقات الاجتماعية وانعكاساتها على نفسية المسنين. حلقة هامة جدا يشترك في تكوينها والحفاظ عليها جملة من المؤسسات، المؤسسات التربوية، المؤسسات الإعلامية، مؤسسة المسجد، العلماء، الأئمة، الطب النفسي، كل هؤلاء يتداخلون حتى يوفروا علاقة انسجام فيما بين يعني الأجيال، ولكن دور الأسرة هو دور يبقى دور الأسرة دور ريادي دور رئيسي، وكذلك ضرورة التشبع بالقيم الإسلامية. القرآن يزخر بالآيات التي تحرم وتجرم قطع الرحم والتي تشجع على صلة الرحم. وقد لقي الملتقى العلمي إقبالا من قبل المواطنين ونال استحسانهم. الملتقى في المستوى وثم برشا نقاط من طرحت في الملتقى هامة جدا. والله في برشا حوايج باهية تمتعنا بصراحة. أمر ناجح 100%. كمسن يجم يفيد معناها مش يوصل لسن معينة معناها نقولوا فا. الفايدة حصلت هي ثم تقارب بين الأجيال، وبحول الله إن شاء الله ديما مجتمع لاباس عليه. مستغرة كيما ربيت صغارك مش كيف مش يعود عليك من بعد في الأخر بالوالدين. واختتم الملتقى العلمي بتكريم بعض المسنين والمختصين الحاضرين. تبقى مكانة المسن الاجتماعية وأهميته في العائلة التونسية من المواضيع المطروحة والتي تبحث دائما عن سبل لتغيير واقع المسن إلى واقع أفضل تحقق له نفسية جيدة ورعاية اجتماعية متميزة. We'll be right back.